اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك. اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك. اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك. لا تنسوا الاشتراك بالقناة والضغط على زر الجرس الذي يظهر أمامكم في الشاشة ليصلكم كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المسلمين والمسلمات في كل مكان. خير ما نبدأ الصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اليوم سأطرح عليكم سؤال قد يهز الكثيرين منكم. الشيطان إبليس اللعين هو من وسوس لسيدنا آدم عليه والسلام لكي يخرج من الجنة، لكن السؤال الأخطر، الشيطان عندما عصى الله فوق في السماء في الجنة من كان شيطانه؟ من يوسوس للشيطان إذا كان الشيطان يوسوس لنا؟ ما رأيكم بهذا السؤال؟ سأقرأ عليكم هذه السطور لتعرفوا من هو الشيطان الحقيقي لنا. أهو فعلا إبليس وزبانيته أم أن هنالك شيطان آخر يوسوس لنا يعيش فينا؟ اسمعوا هذه السطور. إن كلمة نفس هي كلمة في منتهى الخطورة وفي منتهى الحساسية، قد ذكرت بالقرآن الكريم في آيات كثيرة. فقد قال الله سبحانه وتعالى في سورة قاف: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. نحن نؤمن بالله عز وجل ونذكره ونصلي في المساجد، نقرأ القرآن ونتصدق ونبر والدينا وكل تلك الأمور التي نقوم بها من أعمال، بالرغم من ذلك ما زلنا نقع في المعاصي والذنوب. فلماذا؟ السبب في ذلك هو أننا تركنا العدو الحقيقي وذهبنا إلى عدو ضعيف. يقول الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه العزيز: إن كيد الشيطان كان ضعيفا. إن العدو الحقيقي لك أيها الإنسان أيها البشري النفس. نعم، نفسك هي عدوك الحقيقي، النفس التي هي بين أضلاعك عزيزي المسلم والمسلمة، ما هي إلا قنبلة موقوتة، بل هي لغم موجود في داخل الإنسان. يقول الله تبارك وتعالى في سورة الإسراء: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وقال تبارك وتعالى في سورة غافر: اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب. وقال تبارك وتعالى في سورة المدثر: كل نفس بما كسبت رهينة. وقال في سورة النازعات: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى. وقال في سورة التكوير: علمت نفس ما أحضرت. لاحظوا أن الآيات السابقة كلها تدور حول كلمة النفس. فما هي النفس؟ يقول العلماء أن الآلهة التي كانت تعبد من دون الله، اللات، العزى، منات، سواع، ود، يغوث، يعوق، نسر، كل هذه الأصنام هدمت، ما عدا إله واحد مزيف ما زال يعبد من دون الله حتى الآن. يقول الله سبحانه وتبارك وتعالى: أفرأيت من اتخذ إله ومعنى ذلك أن هوى النفس إذا تمكن من الإنسان فإنه لا يصغي لشرع أو لوعد ديني، لذلك تجده يفعل ما يريد. يقول الإمام البصري في بردته: وخالف النفس والشيطان وعصيهما. ففي جريمة قتل قابيل لأخيه هابيل يقول الله تبارك وتعالى: فطوعت
قتله نفسه قتل أخيه. عندما تسأل إنسان وقع في معصية ما وبعد ذلك ندم وتاب، ما الذي دعاك لفعل هذا؟ سوف يقول أغواني الشيطان. وكلامه هذا يؤدي أن كل فعل محرم في هذه الحياة وراءه شيطان. إن السبب في المعاصي والذنوب إما من الشيطان وإما من النفس الأمارة بالسوء. فالشيطان خطر، لكن الخطر الأكبر بكثير هو نفسك أيها الإنسان. لذا فإن مدخل الشيطان على الإنسان هو النسيان، فهو ينسيك الثواب والعقاب، ومع ذلك تقع في المحظور. قال الله سبحانه جل وعلا في محكم كتابه الكريم: وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء. وأخيرا نتضرع إلى المولى عز وجل ونقول: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي، ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. في الحقيقة ما أثبته العلماء أن هنالك هرمون في الجسم يفرز خلايا على القلب عندما نلها عن ذكر الله، ومن ثم تكون هذا الهرمون غشاء على القلب يسمى، سماه العلماء الران، ويسبب هذا الهرمون اكتئاب حاد وحزن وضيق شديد. قال الله سبحانه وتعالى: كلا بران على قلوبهم. وما أكثر الران في قلوبنا هذه الأيام. الأخت تحسد أختها، والأخ يتضايق من أخيه، أم الزوج تتضايق من زوجة ابنها، والأم في بعض الأحيان قد تغار من بنتها. أنا متضايقة أن أختي تعيش سعيدة، جارتي لا أريدها أن تكون أفضل مني، صديقي في العمل أخذ مرتبة أعلى مني. أنت بهذه الأفكار، بهذه التصرفات، عديد المسلم والمسلمة تشغل الران فوق قلبك وتشغل نفسك الأمارة بالسوء. والحقيقة أن الشيطان يجلس هناك في زاوية الغرفة وقد وضع يده على فمه ويداه الأخريتان، لا أعرف كم يد للشيطان فوق رأسه، ويقول: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لماذا؟ لأنه يرى أن نفسك الأمارة بالسوء هي أكثر شرا منه، هي أكثر شيطنة منه. لماذا؟ لأنه لم يفعل لك شيء، ولم يوسوس لك شيء، ولم يجبرك على فعل أي شيء، وأنت تقوم بكل هذه الأفعال من نفسك، من ذاتك. نفسك الأمارة بالسوء تركتها تتحكم بك، فتركك الشيطان وذهب إلى شخص آخر، لأنك تحولت بنفسك إلى 100 شيطان في جسد الله. فانهى نفسك عن الهوى، لا تجعل نفسك أمارة بالسوء. استيقظ، استيقظ عديد المسلم، استيقظي عزيزتي المسلمة. إياك أن تدع نفسك تتحكم بك. وإن أردت لنفسك أن تتحكم بك فامنعها عن هواها، واجعلها تتحكم بك فيما يرضي الله لا فيما يغضب الله. لن نجعل الشيطان منذ اليوم، من الآن وصاعدا، هو حمالة الملابس التي نقوم بتحميل كل ذنوبنا عليها. فالنفس الأمارة بالسوء أخطر من الشيطان بكثير. أطلب من الله العظيم، رب العالمين، العظيم، الواحد الأحد، الفرد الصمد، أن يجعل هذا المقطع صدقة جارية عني وعنك وعن ذريتي وعن زوجي وعن والدي ووالدي والدي وعن من سبقونا بالإيمان وعن المؤمنين والمؤمنات، المسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، صدقة جارية إلى قيام الساعة. انشر، تؤجر عزيزي المسلم والمسلمة. مثل هذا الكلام يجب أن يعلمه كل مسلم ومسلمة ما زالت أنفاسهم تدخل وتخرج في أجسادهم، لكي يعلموا أن الشيطان الحقيقي ما هو إلا ذاتهم ونفسهم الداخلية. إذا أعجبكم المقطع لا تنسوا الضغط على زر الإعجاب. لكم مني كل الحب والتقدير من جهة القناة. لا تنسوا الاشتراك بالقناة والضغط على زر الجرس الذي يظهر أمامكم في الشاشة ليصلكم كل جديد.
إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة ليصلك كل جديد، وانشر المقطع ليعم الأجر والفائدة للجميع، ولا تنسونا من آرائكم وتعليقاتكم، ونحن نحترم آرائكم وتعليقاتكم ونأخذها بحامل الجد. وشكرا وجزاكم الله خيرا.